حقيقة احنا كنا حريصين ننزل مع حضرتك النهاردة علشان رصد المخالفات وعشان البلاغات. طبعا مش هنقدر نطلع البلاغات كلها او مش هنقدر نطلع بلاغات اساسا النهاردة لانها كلها بلاغات خاصة ومش عايزين نكون بننتهك لخصوصية الناس يعني. بس انا كنت عايزة اعرف من حضرتك العربيات النوع اللي معانا دلوقتي، العربيات دي بتخص ايه بالظبط؟ الناس مش فاهمه، العربيات اتحدثت؟ هو الحقيقه بالنسبه للاداره العامه لشرطه النجده وخصوصا منظومه فحص البلاغات دايما بتحتاج وسيله انتقال وفحص سريعه للانتقال وفحص بلاغات المواطنين. من هنا كانت دايما توجيهات السيد الفاضل وزير الداخلية وتعليمات السيد اللواء مساعد أول وزير لقطاع أمن القاهرة بتطوير وتحديث أصول سيارات فحص البلاغات الخاصة بالإدارة العامة لشرطة النجدة. وبالفعل زي ما حضرتك شايفة العربيات النجدة حدث فيها تطوير، العربيات كلها بقت عربيات كيا حديثة، والهدف من كده كله بيصب في خدمة المواطنين. العربية لما بتبقى حالتها الفنية سليمة والعربية حديثة بيبقى المظهر بتاعها من الناحية الشكلية ومن الناحية الأمنية لها القدرة على الانتقال الفوري والسريع لفحص بلاغات المواطنين. أيضا سيارات النجدة لابد أن تكون ذات مظهر مشرف ولائق بجمهورية مصر العربية.